أنا حميد عقبي من باريس، وأتمنى لكم إن شاء الله عاما سعيدا، وأتابع معكم هذه الحلقة الثامنة تقريبا بما يخص تأملات في المشهد التشكيلي الإنساني. أنا سميته المشهد التشكيلي الإنساني، وأود أن أذهب معكم في هذه الحلقة إلى فنان يمني، فنان يمني رائع جدا، الفنان اليمني عبد الجبار نعمان. الأستاذ عبد الجبار نعمان هو من مواليد 1949، وتوفى رحمه الله في 26 يناير 2019، عن عمر يناهز تقريبا 70 عاما. قضى تقريبا، نحن نتحدث عن شخصية فنية عندما يذكر دائما، وأنا كنت قد تحدثت معكم في حلقة سابقة عن الأستاذ الكبير هاشم علي، مؤسس الحركة الفنية التشكيلية. ودائما عندما يذكر هاشم علي يذكر أيضا هذا الفنان القدير عبد الجبار نعمان. ثمة تشاركات وثمة رحلة عميقة جدا وصداقة بديعة جدا، وحتى هناك سنلاحظ ناس في خلال هذا العرض، سوف أعرض لكم أيضا بعض اللوحات لهذا الفنان التشكيلي البديع الذي يعني اتحد وبصداقة بديعة وبتقارب كبير جدا مع الأستاذ هاشم علي لتأسيس المشهد التشكيلي اليمني. للأسف الشديد نحن أمة ذاكرتها صغيرة مثل ذاكرة عقلة الأصبع، لذلك دائما ننسى. يعني آخر مقال تقريبا، يعني مع وفاته، آخر المقالات التي كانت أو الأخبار أو الحديث عن عبد الجبار نعمان كان يعني مع وفاته، يعني 27 يناير 2019، كان هناك أيضا مقال الأستاذ والزميل والصديق أحمد الأغبري على القدس العربي، تحدث فيها عن هذا الفنان، يعني وهذا الفنان الذي كان تقريبا آخر ما معرض عمله هو كان في 1900 أقصد 2016. تعلمون ما حدث في اليمن، والحروب والعزلة والحصار والجوع والخوف واللا معقول الذي يعصف بهذا البلد الأنيق، فجعل طبعا هذه الاهتمامات بمثل هذه الشخصيات الراقية، حتى لا أعتقد أن عبد الجبار نعمان أو أن أحد تذكره في الذكرى الأولى أو في الذكرى الثانية أو في الذكرى الثالثة، والآن يعني إحنا ستأتي الذكرى الرابعة تقريبا على وفاته في 26 يناير، ولا أعتقد أن أحد سيتذكره. نحن متعودين ربما نتذكر الفنان أو نتذكر الإنسان المبدع يعني فقط في الذكرى الأولى أو في الأربعينية وبعد ذلك، ولا أدري إن كانت أقيمت له أربعينية أو لا. إذا نذهب إلى هذا الفنان والذي يعني بدأ موهبته، موهبة فطرية، موهبة محبة للرسم، وذهابه إلى عدن، كانت عدن، وأنا تحدثت في الكثير من اللقاءات عندما نتحدث عن عدن في الأربعينات والخمسينات والستينات، كانت عدن حاضرة وعاصمة الفن والثقافة في الجزيرة العربية، وكانت تضاهي مدينة عدن، كانت النشاطات الفنية والنشاطات الثقافية والنشاطات الأدبية والحركات الفكرية وكل هذه النشاطات الحضارية، الفن، الموسيقى، كذا، كانت تضاهي ما يحدث في القاهرة، ما يحدث في عواصم نشطة، ما يحدث في بيروت. يعني كانت مدينة متطورة ومدينة منفتحة على كل الفنون وعلى كل الإبداعات. لذلك كان اليمن الشمالي، طبعا هو ولد عبد الجبار، الأستاذ عبد الجبار نعمان، بمدينة قرب مدينة تعز، فاليمن الشمالي، اليمن الشمالي كان يعاني في تلك الفترة، يعني من حكم متخلف أو من حكم إمامي، لا يؤمن بالحضارة، لا يؤمن بالفن، لا يؤمن بالثقافة، لا يؤمن بشيء. فلذلك كان دائما من يحب أن يكمل تعليمه، من يحب أن يبدع في المجال الثقافي، في المجال الأدبي، في المجال المجالات الفنية أو الموسيقى، كلهم أو أغلبهم الذين أبدعوا يعني من اليمن الشمالي، كانت مدرستهم الأولى ومحطتهم الأولى هي عدن. وبعد ذلك طبعا عندما بعد الثورة وبعد استقرار وبعد كذا عادوا إلى مدنهم في الشمال، وظلوا في شكل مناظرين، يعني ربما
الصدفة المهمة التي صادفت هذا الفنان هو لقاءه بجمال عبد الناصر مع الرئيس السلال، حيث أهداه لوحة. فكان جمال عبد الناصر أن دعاه إلى مصر وأعطاه منحة، فدرس في كلية أو في معهد ليوناردو دافنشي. هو لم يكن يحمل الثانوية العامة، لذلك لم يدخل كلية الفنون الجميلة، وأخذ دورات بعد ذلك في إيطاليا، ثم عاد إلى اليمن ليشكل الحركة التشكيلية أو ليساهم في تشكيل الحركة التشكيلية بعد أن استفاد كثيرا من الدراسة الأكاديمية. بطبيعة الحال دائما أي فنان يبدأ بالمدرسة الواقعية يبدأ دائما يندهش، يعني وخاصة أنه استقل كثير من التقنيات الأكاديمية، فدائما يبدأ الفنان بالمرحلة الواقعية بتصوير ما يراه من الحياة اليومية، السهول، الجبال، المباني، ال 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 وهذه الأشياء ظهرت جدا في بعض اللوحات أو الكثير من اللوحات التي رسمها في تلك الفترة. للأسف الشديد لا توجد مدونة بحيث نستطيع أن نقف ونرى مثلا التوالي في اللوحات، مثلا لا يوجد مثلا مدونة للفن التشكيلي اليمني. اسم عبد الجبار نعمان ليس موجود ضمن موسوعة مثلا عربية تشكيلية، لا أعتقد أن أحد اهتم بدراسة هذا الفنان أو بدراسة أسلوبه الفني. كانت هناك مقالات كثيرة تنشر أحيانا، وصفية أو نقدية أو النقد مش عارف إيش، ولكن يعني في تلك عندما قامت الحرب وما عصف اليمن وما عصفت العواصف أو الظروف التي عصفت باليمن في الفترة تقريبا من 2011 إلى اليوم وإلى هذه اللحظة، جعلت اندثر التراث الموجود أو اندثر الأرشيف الوثائقي الموجود اللي كانت الصحف، كان ملحق ثقافي وكان هناك الثقافية اليمنية، وكانت هناك أيضا يعني كثير من المجلات الدورية التي كانت تصدر، الإكليل، الحكمة، الكثير من هذه، ولكنها كلها تقريبا ضاعت وليست، يعني ما أدري هل هي مؤرشفة إلى الآن. لم يتمكن أو لم يتوجه أي أحد مثلا لعملية الرقمنة بحيث أنه يستطيع أن يجمع هذه ويضعها في شكل PDF ويضعها في مدونة أو في موقع. لم إلى هذه اللحظة لا يوجد أي بادرة من أي مثقف ولا من أي مؤسسة لفعل ذلك، وكأننا نحن هنا أيضا نعزز هذه المسألة اللي هي مسألة فقدان الذاكرة الفنية والثقافية اليمنية. كلنا كتبنا في هذه الصحف وكلنا فقدنا الأرشيف، يعني أنا حتى كتبت أكثر من 200 أو 300 مقالة في هذه الصحف التي كانت تصدر والملاحقة الثقافية، لكني دائما كلما أستعيد فكرة أو أستعيد أتذكر شيء، وكنت أحيانا يعني أعمل فيرسيون يمني وفيرسيون آخر، يعني أعمل نسخة لمقالتي أنشرها بصحيفة يمنية ونسخة أخرى أنشرها في موقع آخر، ولعل ذلك جعلني أحفظ العديد من مقالاتي، خاصة كنت أكتب في المجال السينمائي أو النقد السينمائي، ونشرتها في تقريبا 7 كتب إلكترونيا وهي موجودة إلى الآن. للأسف الشديد لا يوجد أي توجه من أي ناقد يمني في مسألة مثلا عملية إعطائنا صورة واضحة عن الاتجاهات التشكيلية، عن الشخصيات الفنية، عن الحركة الفنية التشكيلية، بدايتها، نشأتها، تحركاتها، تأثراتها، تأثيرها. الفنانين التشكيليين ربما الآن الذين يوجدون الآن، يعني رغم أن في كثير من التقليد لهذه أو للرواد، في كثير من التقليد، يعني لا يمكن أحد أن يقول، وأنا ألمس عندما أشاهد مثلا هاشم علي وأشاهد أيضا لوحات التي استطعت أجمع تقريبا 20 لوحة لعبد الجبار نعمان، و يعني أحس وأجد أن هناك ثمة تقليد، وهناك ثمة استسقاء، وهناك ثمة استلهام، وهناك ثمة اقتباسات، وهناك ثمة، ولكن الغالبية لا يقولون، ولا يقولون نحن تأثرنا بكذا أو نحن كذا. هناك كثير من الأشياء نستطيع أن نلاحظها يعني اليوم على ما
ونادر طبعا ما يقام معرض تشكيلي يمني، ولكن بعض الفنانين الذين ينشرون لوحاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي نستطيع بسهولة جدا أن نجد هذه التأثيرات من هاشم علي خاصة ومن عبد الجبار نعمان، وربما من الفنانين نريد أيضا أن ربما في خلال هذه التحركات أو في خلال هذا البرنامج في خلال الحديث عن المشهد التشكيلي الإنساني قد نذهب ويجب أن نذهب إلى اليمن بشكل أكبر، يجب أن نهتم. إذا أنا أذهب معكم، إذا هذا الرجل عندما عاد من اليمن، وعاد كان اليمن طبعا في السبعينات كما نعلم بلد ناشئ، وخاصة نحن نتحدث عن الشمال الجمهورية العربية اليمنية التي كانت تعرف بعد ذلك، فكان الإطار أو كان المشهد الثقافي بشكل عام وليس المسرح والفنون وكل هذه الأشياء كانت مؤخرة أو كانت مؤخرة اهتمامات الدولة، يعني كانت كلها فقط عندما يكون هناك احتفال 26 سبتمبر يعطون بعض الميزانية لنحتفل بهذا العيد، غير ذلك لا يوجد، يعني حتى كانت تسمى وزارة الثقافة في ذلك الحين بوزارة البرع، يعني برع الرقص، يعني كان كل يعني بمعنى أن الشخص اللي هو يعني متعب وما يعني شيء يعني أو الشخص الذي يدخل ويكون موظف في وزارة الثقافة كأنه يعني كارثة، لأن وزارة غير منتجة، وزارة بلا ميزانية تماما، وزارة لا أحد يهتم بها، وزارة لا شيء فيها، وزارة لا يعني حتى الناس يعني يقول لك هذا يعني بوزارة البرع، يعني برع الرقص، البرع اللي هو الرقص الصنعاني، يعني حتى الوزراء وحتى الكبار وحتى المثقفين ما كانوا طبعا يهتموا أو ما كان يعني هناك اهتمام بالمشهد الثقافي اليمني وتطويره، والوزير كأنه المغضوب عليه الذي يذهب إلى وزارة الثقافة كأنه شخص يعني يأتي يا دوب عنده ميزانية صغيرة لملذاته لسفرياته لكذا، لكنه لم يكن يستطيع يفعل شيء أو لا، ولم تكن هناك نية. وبعد ذلك عندما بعد الوحدة بدأ الاهتمام أكثر وبدأت التداخلات فنية، بدأ عدن وصنعاء وبدأت الكثير من الأفكار تناقش في المشهد الثقافي، ربما كان المشهد الشعري أكثر بعد ذلك، المشهد القص، المشهد الروائي يأتي بعد ذلك، لكن المشهد التشكيلي كان في نهاية الذيل القافلة، يعني كان أنت كفنان تشكيلي ربما يستعينون بك بعمل جدارية، يستعينون بك أو يعطونك فلوس حتى تعمل جدارية، اعمل جدارية، ارسم صورة علي عبد الله صالح، ارسم العلم، ارسم كلام أو رمز أو دلالة تعني بالوحدة، يعني باعتبار فكان فنانين بعض الفنانين التشكيليين يفعلون ذلك حتى يستطيعوا أن يعيشوا ولا عيب في ذلك طبعا، أو يعملون بعض الأوبريتات والمسرحيات، ونعرف طبعا علي عبد الله صالح بعد ذلك وبعد انتصاره في بعد حرب 94 بدأ يخلد نفسه في أوبريتات، وبدأ يعني أنت كفنان تشكيلي مثلا عليك ممكن أن تشتغل في هذا الأوبريت بعمل لوحة بعمل كذا، هذا هو كله مصدر رزقك، وأنت عندك مثلا موسم معين، وكان البعض يلجأ إلى ذلك، الكل يلجأ إلى ذلك لأنها هي الوسيلة الوحيدة للحياة. نعود إلى أستاذنا وإلى هذا الفنان القدير، طبعا هذا الفنان استطاع مع هاشم علي أن يشكل حركة تشكيلية يمنية مؤثرة، أقام تقريبا ما يقرب من 50 معرض داخل اليمن وخارجه، كثير اعترفت به منظمة اليونسكو، ويبدو أنه كرمته أيضا، وشارك أيضا في العديد من المعارض الدولية، وكان هو يعني ليس كثير السفر كما يبدو، ولكن كان اليمن برضو كان السواح أو كان بعض السفراء، كان بعض المسؤولين أو الكبار الذين يزورون اليمن أحيانا، دائما خاصة يعني الأوروبيين أو كذا الذين يحبون الفن يسألون من هو الفنان التشكيلي في هذا البلد، فإذا عرفوا باسمه يذهبون لزيارته، يشترون بعض لوحاته بدعم، يعني بشكل يشكل كان ذلك أحيانا من حين إلى آخر، أن أتذكر أنه
يعني أنا شخصيا أقمت معرض مع طلبتي في كلية الفنون الجميلة، معرض للصور الفوتوغرافية بدعم من القنصلية أو الثقافية الفرنسية، والمركز الثقافي الفرنسي في ذلك الحين كان يمثل أيضا نوع من التوهج. كان في أيضا في عدن كان مركز رامبو، أرثر رامبو، كان هناك أيضا يعني بعض الدول الصديقة مثل هولندا تشجع الجانب الفني، المركز الثقافي يعني كان هناك أيضا المعهد اليمني الفرنسي للدراسات والبحوث، كان هناك المعهد البريطاني، كان هناك أيضا المعهد الأمريكي للدراسات والبحوث الاجتماعية والتاريخية، فكان أحيانا هذه المراكز تدعو وترحب، مثلا عندما يأتي الفنان ويقدم مشروع، والله أنا عندي مشروع أو كذا، وطبعوا بعض الكتب يعني، وطبعوا وعملوا ترجمات العربية إلى الفرنسية لكتب في المجالات الثقافية، في الشعر، في التراث الشعبي، في ولا أدري إذا كان للأستاذ عبد الجبار كتاب مثلا له يتحدث عن تجربته، أو أن أحد عمل عنه كتاب، لكن لا يبدو ذلك لأن بعد بحث طويل جدا يعني يتحدثون فقط عن هذه المرحلة. أعود إذن إلى هذا الفنان القدير، وإذا شاهدنا بعض لوحاته أعتقد أن هذا الفنان كان محب للمرأة وكان محب للريف، رسم الريف ورسم المرأة الريفية، يعني توجد له لوحة لا أدري بالضبط التاريخ، يعني لوحة لفتاة أو لشابة ريفية، امرأة ريفية، وهي تحمل سلة من الرمان، الزنة، المزركشة. نجد هنا هذا الاهتمام الأنيق جدا بالملابس، هذا الاهتمام أيضا الوجه، يعني الوجه لا أعتقد أن هذا الوجه هو يأتي أو وجه يعني أنه مثلا أخذ صورة لامرأة وهي تحمل وبعد ذلك رسمها، ولكن يبدو أنه تخيليا، يعني يبدو أنه تخيليا، لأن من خلال الملامح ومن خلال كذا كأنها شخصية يعني تخيلية وليست شخصية حقيقية. إذا سنشاهد يعني في إحدى اللوحات له يعني لوحة ريفية، وهي لوحة لفتاة ريفية تحمل حملا صغيرا أو جدي صغير، وهي بالكوفية أو هي بالشابو أو هي بالقبعة اليمنية، وهذه تبدو أنها هذه الصورة مثلا تبدو أنها من منطقة تعز، المنطقة تعز المحاذية للتهامة، يعني توجد تعز أحيانا في بعض المناطق التعزية المحاذية للتهامة أو المناطق الصنعانية المحاذية للتهامة يلبسون هذا الغطاء الرأس أو الشابو، وهذا الكوفية اللي هي تحمي تكون مدورة بهذا الشكل، فأعتقد أنها ربما من هذه المنطقة، ويعني أن هذا أنا لاحظت أن هذا الفنان من خلال بعض لوحاته أنه كان يحب السفر ويحب الانتقال من مدينة إلى أخرى، ويبدو أنه أيضا كان يصور بعض الملامح، يصورها بالكاميرا الفوتوغرافية أو كذا، أو أنه يخزنها في ذاكرته، بحيث أنه يعني اللي هنا لسنا هنا أمام تصوير بقدر ما هو أمام قراءة، يعني هذه الفتاة الريفية وهي تنظر إلينا نظرتنا، ونكاد أيضا نرى وجهة نظر الحمل الصغير أو الخروف الصغير أو الجدي الصغير، إلا الأرض والتعامل معها أيضا بشكل نوع من يعني كأن هناك مدرجات، تعانقات كثيرة جدا. ما أستطيع أن أقوله هو أنه حاول استحداث نوع من الكيمياء الخاصة يعني في الألوان، بحيث أن يربط العناقات والعلاقات المكان بالإنسان، المكان بالإنسان، وهي طبعا هذه مسألة خطيرة ومسألة جدا يعني ليست فقط تشكيلية بقدر ما هي أيضا فلسفية تأملية في هذا المكان. فهو عندما يرسم هذه اللقطة، يرسم هذه الصورة، يرسم هذه، فهي مشهدية متحركة، وهو يعني أحيانا قد يبتعد يعني حتى يعني في هذه تبدو أن هذه اللوحة مثلا في فترة مسألة التعبيرية أو الرومانسية، أيضا أنه يعني في نوع من التعامل مع المكان بطريقة خاصة، بحيث أنه هنا لا ينقل تصويريا بقدر ما ينقل روحيا، بقدر ما ينقل إنسانيا، بقدر ما
يعطي نوع من التعانقات بقدر ما يعطي نوع من الدلالات، بقدر ما يعطي نوع أيضا من نوع تخيلي. أعتقد أنه يعني يفتح نافذة التخيل أكثر من أنه يحدها، لأنه إذا كان أحيانا في بعض الناس يريد فقط أو أن يصور أو أن يصور واقعا صغيرا بكل ملامحه بكل تفاصيله بكل واقعيته، فهو قد يحد من الخيال. لكن عندما أنت تعطي نوع من الديسكسيون، نوع من الهدم ونوع من البناء الجديد، البناء الفني. أتوقف معكم أيضا مع لوحة، هذه اللوحة يعني لفنان، فنان موسيقي وغنائي يمني في تهامة، أنا أعرفه شخصيا، يعني اسمه القعمري. القعمري كان فنان شعبي يتجول في الأسواق التهامية من مدينة إلى مدينة ومن سوق إلى سوق، ولديه ربابة ويغني، وكان له شعبية كبيرة جدا. يعني كنت أنا صغير وأعرف أذهب إلى سوق الجمعة، كان في مدينتي بيت الفقيه سوق الجمعة أسواق من الأسواق الشعبية الشهيرة جدا على مستوى تهامة وعلى مستوى اليمن، يعني الناس تأتي من كل فج عميق. كان القعمري هذا يغني بربابته ويغني أغاني شعبية ويبتكرها، وأيضا كان ربما البعض يستعين به في الريف لكن فقط للغناء في الأعراس، وهو يفرش بعد ذلك من يحب أن يعطيه ريال، نص ريال، يعني قروش بسيطة، يذكرنا بما يفعله هنا إلى الآن الموسيقيين. كثير من الموسيقيين الفرنسيين والأوروبيين يعني يفرش بالشارع قبعته ويغني. فالقامري عندما نلاحظ هذه صورة القامري، وإذا لاحظتم هذه صورة القامري سنجد أن يعني الخلفية التي خلقها هي خلفية فيها نوع من اللامحدود، يعني لم يحدها مثلا ببشر، لم يحدها مثلا بجدار، لم يحدها مثلا بشجر، لم يحدها بأي شيء، جعلها هيك يعني مفتوحة على مصراعيها، يعني كأن هنا نحن مع لوحة ليست واقعية تماما الواقعية بقدر ما هي تعبيرية، لأن هذا المكان وهذا يعني لم يحدده بمكان ولا بزمان، وجعلها مفتوحة، مفتوحة الأفق، و يعني التقاسيم وجه هذا الفنان تبدو واضحة، تقاسيم طبعا هو أيضا يعني كما رسمه فعلا الفنان عبد الجبار، كان يكون صدره أو أعلاه عاريا وهو يعزف ويغني، ويبدو أنه أيضا في مرحلة شباب هذا الشخص القعمري، فهو نوع من القراءة، وهو أيضا نوع من قراءة الواقع التراثي أو التراث الشعبي، بمعنى أن نحن مع فنان يحب التراث الشعبي، يحب أن يستقي مفرداته من هذا التراث ومن هذا المجتمع، يعني يضيف إليه. طبعا هنا إحنا مع صورة، نستطيع أن نقول نحن مع صورة حلمية، في نوع من الحلم، في نوع من الفانتازيا، في نوع من الميستيك، في نوع من الميتافيزيقا أيضا، يعني لسنا نحن مع واقع محدود أو واقع يعني مؤطر، لكنه مفتوح على مصراعيه، تعابير الوجه، حركة معينة. أيضا شخص يمتلك كل أدواته الفنية التقنية الأكاديمية. إذا ذهبنا مثلا إلى الأماكن فنجد ربما أنه يعني خلد كثيرا المباني والعمارة اليمنية، العمارة اليمنية، وخاصة يبدو أنها صنعاء، يعني تظهر مدينة صنعاء، وربما أنه سكن صنعاء بكل ما فيها من ألق وأناقة وعناقات، يعني بعض اللوحات أيضا تبدو ممكن أيضا أن تفسر أنها ربما في حضرموت، لأن في هذه الأبنية الطينية والعمارات الطويلة وناطحات السحاب. وأيضا يحاول في بعض اللوحات أن يمزج بين الإنسان والمكان، يعني المكان بدون إنسان يعني يظل يعني لا مستوى له، أو ربما يظل أقل، ولكن أنت عندما تؤنسن المكان أو تربط الشخصية، يعني تؤنسن المكان، قد يكون المكان مثلا عبارة عن بيت، ولكن قد تخلق من هذا البيت أو من خلال هذه العمارة
تخلق عين، تخلق شفاه، تخلق يد، تخلق ذراع، تخلق كذا بلعبة، يعني لعبة الألوان ولعبة التشكيل ولعبة المفردات التي أنت تمتلكها. فأعتقد أنه هنا، يعني هنا هذه واضحة تماما وتتضح تماما، وأتمنى أبحث أكثر وأعود لكم في بحث آخر ربما أتفرغ له، بحيث التشريح الحقيقي لكل لوحة أو لهذه الأعمال. سنجد أنه أيضا يؤنثن المكان، يؤنثن المكان بحيث يربط المكان أحيانا بشخصية أنثوية، بعين نساء، بنصف وجه لفتاة لأنثى. يعني هو يريد أن يجعل هذا المكان أكثر جمالا وأكثر أناقة، وأيضا يريد أيضا أن يؤصل هذا الجمال الأنثوي. ثم يرسم أيضا، يرسم الفتيات، يعني تبدو الوجه، يعني الوجوه، أو أن لديه يعني كأنه وجه متخيل، أو كأن لديه وجه معين هو يتلاعب به، أو هو يعني هذا الوجه ربما يكون حبيبة قديمة، عشيقة قديمة، أو امرأة أحبها أو كذا، بحيث أن هذا الوجه تقريبا في كثير من اللقطات أو في كثير من اللوحات يتشابه، في نوع من التشابه، وإن كان هناك اختلافات في الملبس، اللي هو الملبس الصنعاني أو الملبس التعزي أو الملبس الشعبي أو التراث الشعبي يظهر تماما. وقد يضيف أيضا، قد يضيف أيضا بمعنى أن الخلفية قد يتلاعب بها، يعني توجد مثلا معي لوحة، أو توجد أنا وجدت لوحة من هذه اللوحات، يعني هذه اللوحة اللي فيها امرأة تبدو شابة، تبدو أنيقة، تبدو بالتراث، بملبس التراث الشعبي، والخلفية لا أدري هل كانت هذه في زمن الحرب، الخلفية تبدو وكأن هناك اشتغال كبير جدا على اللون الأحمر، اللون الأزرق يبدو في الأسفل، اللون الأحمر، اللون الأصفر، اللون الأبيض، وأشبه بمفرقعات وأشبه بحريق، أشبه بربما يعني هذه اللوحة اشتغل فيها أو عملها أو خلقها خلال فترة الحرب، لا أعرف تماما. مثلا وجدت لوحة له لسقطرى، جزيرة سقطرى، الجزيرة اليمنية. أيضا هنا هذه العناقات المكانية، هذه العناقات البديعة جدا، يعني شجرة دم الأخوين، يعني رسمها بشكل أنيق، بشكل لائق بالطبيعة، الجبل الذي تعانق مع السماء، وحتى كأن السماء تعكس ظلا، أو كأن السماء هي تشبه يعني رأس شجرة دم الأخوين. فبمعنى أن كأن هذا الكون هو، يعني هذا الكون الأسفل هو جزء من هذا الكون الأعلى، الظل والاشتغال على الظل بطريقة حرفية بديعة، وبديعة جدا وأنيقة. وجود بعض الحيوانات كالماعز أو كذا التي ترعى، إذا يعطينا هنا يعني كثير من المفردات الجمالية، يعني لوحة في من أجمل وأرق و يقترب كثيرا هذا الفنان، يقترب الأستاذ عبد الجبار نعمان، يعني وربما من في لوحاته الأخيرة أو في مرحلتها التعبيرية، من التشكيل إلى الشعرية، أو من التشكيلية إلى الشعرية، بحيث أنه يرسم لنا أشبه بقصيدة متحركة، قصيدة أنيقة، قصيدة بديعة، قصيدة مشهدية، قصيدة تحتاج إلى قراءتها وتحتاج إلى تأملها، يجب أن تأخذ وقتا، وهي أيضا يعني فيها الكثير من الروحانية، الكثير من الصوفية، الكثير من البساطة، الكثير من لا يوجد زخرفة. وحتى أغلب أعمال الفنان التشكيلي عبد الجبار نعمان يبتعد عن الزخرفة، ويميل دائما إلى حتى في الملابس وحتى في كذا، ليس بذلك الشخص الزخرفي، وليس بذلك الشخص الذي يعتمد على الإثارة اللونية بقدر ما يعتمد على، أنا ما تعجبني جدا هي حركة العيون، لغة العيون الموجودة في هذه اللوحات التشكيلية، يعني جدا مدهشة، بمعنى أن هذه الشخصيات التي يرسمها هي تحاورنا، وهي تريد أن تقول شيء، تريد أن تقول أشياء كثيرة جدا، كأنها تحكي قصة، كأنها تحكي حكاية، كأنها تغني.
ففي نوع من الموزيكاليتي، في نوع من الموسيقى، في نوع من الريتم، في نوع من الإيقاعات. فهذه كلها تلامس، قبل أن تلامس العين وتلامس العين تشدها إلى هذه اللوحات، وكذلك تلامس الروح، يعني تريدك أن تكون فاعلا ومتفاعلا مع هذه الأعمال. إذا أتوقف معكم، وأتمنى أن نعود للدراسة، وأتمنى إذا كان هناك بعض الأصدقاء كتبوا أو درسوا عن الأستاذ الفنان التشكيلي عبد الجبار نعمان، وإذا كان هناك أي كتاب أو إذا كانت أي دراسة أكاديمية أن يمدوني بها، هذا الفنان يستحق فعلا، يستحق أن نفرغ له أو أن نتفرغ له أو أن تكون حوله دراسة مخصصة، كتاب، كتيب. أتمنى إذا كانت من يستطيع أن يجمع مثلا هذه الصور، لأن كما دائما نقول الصور الموجودة على الإنترنت هي ليست مضمونة، ليست مأمونة، يعني كثير من الشباب يأتون ويزورون ويأتون يعملون، يزيدون وينقصون ويتلاعبون أحيانا بكاليتي أو بجودة الصورة، مما يؤدي بعد ذلك إلى في بعض الأحيان إلى نوع من التحريف ونوع من التشويه. يعني قد البعض يفعلها بحسن نية أو سوء نية لا أدري، ولكن حقيقة يجب أن نقف مع هذا الفنان التشكيلي في دراسة مؤطرة، حلقة نقاشية. أنا مستعد عبر نافذة ومنصة المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح أن تكون ليلة نقدية بديعة، أن يكون هناك تعاون مع بعض الأصدقاء، لأنه فعلا يستحق، هو الأستاذ هاشم علي يستحقون التكريم صح حقيقة، والكثير من الرواد أيضا في مجال الفن التشكيلي، في مجال المسرح، في مجال الكتابة، في مجال الشعر. إذا نتابع معكم هذه الحلقات، هذه الحلقة الثامنة. كنت معكم أنا حميد عقبي في تأملات حول الفن التشكيلي الإنساني، سأتابع معكم هذه الحلقات، تحياتي ومحبتي. تابعوا هذه القناة، تجدون الكثير من المواد في السينما، في الشعر، في الرواية، في النقد، وحتى في الأبراج والأحلام. تحياتي ومحبتي، حميد عقبي باريس، تشاو تشاو.